اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم. هذه حلقه جديده تاتي حضراتكم كالمعتاد من الحقيقه، سنطرح فيها جمله من القضايا والملفات التي كانت على مدار الساعات الماضيه، وساكون مع حضراتكم فيها لنقاشنا الرئيسي في حلقه هذه الليله سيكون مرتبط بما تليه الدوله من اهتمام واضح على مدار السنوات الماضيه لقطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر كواحدة من بين أهم ما جرى إنتاجه على مدار تجارب دول عدة كانت فيها هذه القطاعات على مستوى مشروعات الطاقة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قاطرة تنمية حقيقية. أما البداية فكالمعتاد مع آخر الأخبار والتطورات والملفات النقاشية بشكل سريع. الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في مصر أسهمت في إحداث تطور في صناعة البترول والغاز الطبيعي على وجه الخصوص، ما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والتحول من بعد ذلك إلى مراحل أخرى من التصدير بعد تطوير هياكل البنية الأساسية وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال وفي مجالات الاستكشاف بشكل عام. الدولة بدورها أظهرت اهتماما كبيرا بتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي إلى جانب وضع خطة حكومية لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة كضرورة ملحة في ظل التوجه العالمي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. اهتمام كان من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ووجه بزيادة عدد محطات التزود بالوقود لتزويد السيارات بالغاز في أنحاء الجمهورية المختلفة بهدف استيعاب أكبر قدر ممكن من المركبات على مستوى الجمهورية. في مطلع هذا الشهر افتتح الرئيس السيسي المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات لكي تعمل بالطاقة النظيفة، تأكيدا على الاهتمام الذي أولته الدولة لهذا المشروع. العرض التالي يسلط الضوء على الميزات التي قد تشجع أصحاب المركبات على تحويل سياراتهم ومركباتهم في عمومها لتعمل بالغاز الطبيعي أو بفرصة العمل المزدوج. عبر الهاتف ينضم إلينا المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات والطرق ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين. باشمهندس أهلا وسهلا بحضرتك، ما هي المزايا التي يمكن أن تقدم أو تساق للمستهلك العادي إذا ما حولت سيارته لتعمل بالغاز الطبيعي أو على الأقل فرصة العمل المزدوج بالوقود التقليدي والغاز الطبيعي؟ لدينا استفادتين، الاستفادة الأولى للدولة والاستفادة الثانية للمواطن. الاستفادة الأولى للدولة من حيث أن مصر لديها من استيراد المحروقات سنويا ما يقدر ب 30 مليار دولار، لدينا في مصر انبعاثات كربونية هي الأكثر أو هي الأعلى على مستوى العالم، لدينا مواطن يستهلك محروقات لسيارته بمبلغ معين، هذا المبلغ عندما تتحول السيارة للعمل بالغاز سيكون عنده وفر في حدود الثلثين، يعني ولو بيستهلك بنزين أو سولار في حدود ال 1000 جنيه شهريا تقريبا هيستهلك في حدود 350 جنيه من الغاز. لكن استفادة الدولة ايه؟ افتتاح حقل الظهر بعد اعادة اتفاقيات اعادة ترسيم الحدود مع الدول المجاورة، فعندنا حقل الظهر عندنا 3 تريليون متر مكعب من الغاز، فالدولة عايزة تستغل هذا هذا الغاز في ثلاث جهات. الجهة الأولى هي الصناعة، رقم اثنين المنازل، رقم ثلاثة السيارات. لدينا في مصر ما يقرب من 11.6 مليون سيارة، منهم 8.6 مليون سيارة تعمل بالبنزين، وده هو المحور الاساسي، لان السيارات التي تعمل بالديزل لا يمكن حتى الان تحويل السيارات التي تعمل بالديزل للعمل بالغاز الطبيعي. نعم. لكن نتحدث عن البنزين، لدينا 8.6 مليون عربيه. طب الدوله من سنه 1995 عندنا كم عربيه تم تحويلهم الى الان؟ تقريبا في حدود 420 الف عربيه. 420 الف عربيه دي احنا عندنا كل 1000 سياره يلزمها محطه لتموين الغاز. احنا عندنا 420 الف عربيه على 1000، يعني احنا محتاجين
حاليا 420 محطة، لدينا الآن تقريبا في حدود 230 محطة. تعمل الدولة جاهدة لتحقيق للعمل للوصول إلى 190 محطة اللي هم يعتبروا ناقصين. بعد كده الدولة أو الوزيرة تتمنى تحويل 250 ألف عربية بمعدل 70 ألف عربية 2021، 90 ألف عربية 2022، 90 ألف عربية 2023. يعني احنا نوصل لكام؟ نوصل ل 670 ألف سيارة تم تحويلهم. طبعا ده يلزمه كام؟ 670 محطة. يبقى هنا الدولة لازم تتسارع، يبقى في عندنا اكسلريشن، عجلة شوية ان احنا نقدر نعمل المحطات دي، وده هيعتمد على البنية التحتية. لدينا الشبكة القومية للطرق، عندنا كمان حاجة تانية الشبكة القومية للغاز، لازم توصل في مصر من الاسكندرية إلى أسوان. فكل مجموعة طيب باشمهندس معلش، بالنسبة للمستهلكين هناك مسألتان أساسيتان قد تدوران في مخيلة أي قائد أو مالك سيارة إذا ما طرحت مسألة التحول نحو تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي. المسألة الأولى مرتبطة بعنصر الأمان فيها، والمسألة الثانية مرتبطة بكفاءة محرك السيارة إذا ما حول للعمل بالغاز الطبيعي. عندما نتحدث عن مبادرة لرئيس الدولة، ونعلم أنه منذ 2013 لدينا رئيس الدولة لديه المشروعات القومية، هو بيبص عليها بنفسه، وده هتشوف في المشروع القومي للطرق لما كان بيمر بالسيارة يشوف الشبكة القومية للطرق. لما بدأت تنزل لمصر الجديدة ومدينة نصر، بدأ يوصل لمدينة نصر ومصر الجديدة كل أسبوع يوم الجمعة. أهم حاجة في المنظومة للعمل بالغاز حاجتين مهمين جدا، أول حاجة هي الكواليتي الجودة، ورقم اثنين السيفتي الأمان. لو رئيس الدولة نفسه عندما يعظم تحويل الغاز واحلال السيارات للعمل بالغاز، اكيد الشركات اللي عملت العربيات دي عارفه ان معدلات الامان 200%. رقم اثنين، لما حولت الشركات دي السيارات للعمل بمنظومه الغاز، ارسلت هذه السيارات الى الاتحاديه، وقام رئيس الدوله ورئيس وزراء الدوله ووزير دفاع الدوله بمعاينه هذه السيارات بالكامل from A to Z، يعني من الاول للاخر، عشان يتاكد رئيس الدوله ان المنظومه تعمل بامان. الحاجه الثانيه، لو الشركات الوطنية المصرية المنوط فيها تحويل السيارات للعمل بالغاز ما عندهاش منظومة الأمان والجودة، مستحيل تعملها. ليه؟ لأن اسطوانة الغاز اللي موجودة في العربية دي تعتبر قنبلة موقوتة، القنبلة دي لو ملهاش معدلات أمان أعلى مما نتخيل، مستحيل كانت تتحط في العربية، مستحيل كان مكانها يبقى في هذا المكان في العربية على الشاسيه من ورا داخل الشنطة، وده إن كان بيسبب لنا بعض الأرق لبعض المواطنين لأنه ما بيقدرش يستغل الشنطة بشكل واضح بشكل ممتاز يعني كما هو عايز يعني. بس طبعا ده هنبدأ نعمل فيه إيه دلوقتي؟ يعني النهاردة لجنة الصناعة في نقابة المهندسين بتبحث النهاردة مع الدكتور محمد سعد مثلا، أستاذ رئيس قسم التصميم في امبريال كوليدج في انجلترا، بريطانيا، نعم. ان احنا ازاي نوصل في التصميم ان احنا نحط الانبوبه دي بشكل معين ان هو ما يضايق قائد السياره، او ان هو يزعجه ان هو ما يقدرش يستغل الشنطه بتاعته بشكل كويس. فكل دي منظومه الامان اللي بنتكلم عليها. طيب باشمهندس، وحضرتك بتشير الى كل هذه العوامل المرعيه عند تحويل السياره او عند ادخال عنصر التزود بالغاز الطبيعي في السياره، ما فهمناه ايضا ان عمليه التحول وفق التكنولوجيات والخبرات المصريه الموجوده في المحطات المنتشره على مستوى الجمهوريه، ان المساله لا تاخذ الا ساعات ليس الا. كيف امكن انتاج هذه الخبرات حتى نصل الى هذه الديناميكيه؟ سيارات فندم دي حضرتك اللي بتتحول بأيدي مصرية، هو زمن تحويل العربية للعمل بالغاز يتراوح من 4 إلى 5 ساعات. بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على الكي بيرفورمانس إنديكيتور، معدلات قياس الأداء للفني وللمهندس اللي بيشتغل في المنظومة. بمعنى الشغل اللي إحنا بنشتغل عليه دايما في مراكز الخدمة، نتكلم على الكفاءة الإفشنسي بتاعت الفني اللي بيشتغل، البرودكتيفيتي الإنتاجية، بيعمل كام عربية في اليوم. نتكلم على الاوتيلايزيشن، ازاي نستفاد من كل حاجه موجوده، من كل المعدات اللي موجوده، كل الفنيين الموجوده والخبرات اللي موجوده. دي خبرات متراكمه في السوق المصري. بس عشان توصل الوزيره للحلم اللي بتحلم بيه انها تغير 1.8 من 10 مليون عربيه، ده بيلزمه في حدود 9 مليون ساعه عمل. 9 مليون ساعه عمل عشان نقسمهم على 8 ساعات في اليوم و25 يوم في الشهر وعلى 12 شهر في السنة، بنوصل ل 3750 فني مميز اسمه ماستر تكنيشن، يعني فني مميز مدرب وجاهز على انه يستلم العربية فروم A تو Z، يخلصها في الوقت المتاح ليه بكل جودة بكل أمان
عشان نراقب طيب. القائد المركبة يبقى هو في الأمان. صحيح. أخيرا باشمهندس وباختصار بعد إذن حضرتك، تجارب من سبقونا، لأن الاستهداء بتجارب وخبرات سابقة ستكون ضرورة للتعرف على طبيعة ما وصلنا إليه وما عسانا أن نصل إليه مستقبلا إن شاء الله. والله فندم أنا شفت بعض يعني كثير من الدول اشتغلت في الموضوع ده، وبعض الدول اللي أنا زرتها كانت بتعمل المحركات بتاعتها محركات خصيصا للعمل بالغاز. كل المحركات اللي موجودة عندنا في مصر هي محركات تعمل بالبنزين. هنا هيبقى في اختلاف، لأن عندنا الأوكتين نمبر أو درجة الكفاءة الحرارية للوقود في مصر 80 و92 و95، الغاز بتوصل الكاريفيك فاليو أو القيمة الحرارية بتاعته إلى 120. معنى ذلك إن احنا بقى عندنا حرارة، الحرارة دي بيكتسبها أو بتكتسبها مكونات المحرك بتاع العربية بسرعة شديدة، فنرجو إن احنا نتخلص من الحرارة دي بسرعة كبيرة جدا عشان ما نأثرش على مكونات المحرك، لأن من سنة 95 ظهرت عندنا مشاكل كثيرة جدا في بداية العمل للتحويل السيارات للعمل بالغاز. لكن حضرتك في النهاية أشرت إلى أن المسألة مرتبطة بحجم الخبرات المتراكمة على مستوى الفنيون المؤهلون، وكذلك الأجزاء المرتبطة بعنصر الأمان، وكذلك كفاءة أو جودة المحرك السيارة. باشمهندس أنا أشكرك شكرا جزيلا، المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات والطرق ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، شكرا جزيلا لحضرتك. في شأن آخر له علاقة بحجم ما يقال، حجم المعلومات التي قد يكون كثير منها دقيق وكثير آخر وربما أكثر غير دقيق أو غير منضبط فيما يخص الواقع الوبائي للعالم بأكمله فيما يخص كوفيد-19. الكتابات والدراسات وكثير من الاستنتاجات بشأن فيروس كورونا المستجد تناقضت في أوقات كثيرة مع بعضها، وربما هذا يبدو أمرا طبيعي إذا ما أخذنا في الاعتبار وصف الفيروس نفسه، فيروس كورونا المستجد الذي يحمل اسم كوفيد-19، أو على الأقل لم يكن معلوما أو مرئيا لدى الكثيرين حتى مع موجات التحور التي سبقته لسارس وميرس وغيرها من عائلة فيروسات الكورونا. من أحدث ما نشر في هذا الإطار ما نشرته جمعية المهندسين الوراثيين في الأردن، التي قالت إن فيروس كورونا وفق استنتاجها لم يتبقى من عمره إلا شهران، بل ذهبت إلى أنه حتى السلالات الجديدة المتحورة والتي بدأ ظهورها في بريطانيا أو في جنوب إفريقيا أضعف وستزول كذلك، ووصفتها بأنها لقاح طبيعي وفق ما خلصت إليه. سنحاول أن نسلط الضوء على هذه الفرضيات أو الاستنتاجات المقدمة من جمعية المهندسين الوراثيين في الأردن من خلال هذا الاتصال التليفوني من العاصمة الأردنية عمان مع السيد رمزي فودة رئيس جمعية المهندسين الوراثيين بالأردن. سيد رمزي أهلا وسهلا بحضرتك، أي صفة يمكن لنا أن نقدم بها حضرتك أو زملاء حضرتك في هذه الجمعية؟ أنتم أطباء لكم تخصصات أخرى، ما هي طبيعة التخصص الذي أنتم فيه؟ مساء الخير سيدي العزيز. أهلا وسهلا. إحنا تخصصنا تخصص اسمه الهندسة الوراثية، يعني هو تخصص أتوقع أنه موجود في جمهورية مصر العربية. هو تخصص يعني في المادة الوراثية لكل الكائنات الحية، يعني بيدرسها بيعدل عليها، بيستخدم تقنيات البيوتكنولوجي، التقنيات الحيويه في الاستطبابات، في الامور الطبيه، في الامور الفيروسات. واحنا بنعرف الفيروس عباره عن بروتين، غلاف بروتيني بداخله ماده وراثيه، بفهمنا الماده الوراثيه بنفهم الفيروس بشكل كامل. نعم، ما هي طبيعه الدراسات التي اجريتموها او عكفتم عليها حتى تصلوا الى هذه الخلاصات او الاستنتاجات وفيها قدر يبدو أكبر بكثير على مستوى التفاؤل مما هو حاصل على الأرض الآن؟ نعم سيد العزيز، هي دراستين نشرت في مجلة اللانست ومجلة النيتشر. لما نحكي اللانست صحيح نحكي عن مجلة رقم 1 و2 على مستوى العالم، المتخصص أبشر. هلا ذهبت هذه المجلات تحكي عن طفرات الحدث. هلا أنا عشان أبسط المعلومة للأخوة المشاهدين، نتخيل اللي هو المادة الوراثية للفيروس عبارة عن شريط، اوكي، شريط من الماده الوراثيه بنسميه الار ان اي، بينقسم لاربع اقسام. القسم الاول بنسميه اس ريجن او منطقه الاس التي تنتج البروتين الشوكي او اللي احنا بنسميه البروتين التاجي، هاي المسؤوله عن انتاج هذا البروتين. المنطقه الثانيه اسمها الان ريجن وهي المسؤوله عن انتاج الغلاف، الغلاف اللي تحيط بالماده الوراثيه للفيروس، غلاف البروتين. وفي عندنا منطقه الاي كذلك الامر الانكابسوليشن اللي هو نفس منطقه الغلاف. وعندنا منطقة الأكبر تسمى ORF، منطقة بداية الترجمة. منطقة بداية الترجمة هي مسؤولة عن إنتاج البروتينات والإنزيمات اللي بتساعد الفيروس على التخفي من جهاز المناعة أو
بتساعده في عمليات معينه كانزيمات البروتيزات، وغالبيتها بتكون سامه، وهي التي تحدد قوه فتك او اذا كان الفيروس قاتل او لا. تمام؟ كل الدراسات في العالم ركزت على موضوع الطفرات في السبايك بروت. هلا احنا كطفرات بدي اختصرها في عنا ثلاث انواع طفرات. الطفره الاولى بنسميها حدث، يعني الفيروس بيفقد النيوكليوتيدات اللي هي اللبنات الاساسيه الخاصه بالبروتين، بنسميها حدث. وفي عندنا طفره بنسميها استبدال، تم استبدال نيوكليوتيد بنيوكليوتيد ثاني فتغير الترجمه بتاعتها. والطفره الثالثه اللي هو اضافه، اذا تم اضافه زياده اليهم النيوكليوتيدات الجديده. هلا خصائص فيروس كورونا بالتحديد انه له القدره على تصحيح الاخطاء التي تحدث في الماده الوراثيه، يعني من خلال استغلال منطقه في الفيروس نفسه هو الذي يصوب هذه الاخطاء؟ نعم نعم نعم، هو يستخدم منطقه في الدي ان اي البشري تسمى لاين 1 اليمنت. هاي اللاين 1 اليمنت في الدي ان اي البشري تنتج بروتينات بتعمل له ريفرس ترانسكريبشن. تمام؟ هاي الريفرس ترانسكريبشن بتصحح الاخطاء، بتكون موجود الاخطاء ولكن عند الترجمه تصحح، الا خطا واحد لا يصحح اللي هو الحدث، لانه لما بنحكي استبدل النيوكليوتيد بالنيوكليوتيد او لبنه بلبنه باستطاعته انه يصححها لانه عنده يعني زي ما بنحكي الاصل ممكن يصحح عليه، ولكن في حال حدث قاعده او حمض اميني او نيوكليوتيد لا يمكن تصحيحها. فالمؤثر الرئيسي على طفرات هذا الفيروس هي طفرات الحدث وليست الاستبدال كما نشرت دراسات السبايك البروتين. طيب سيد رمزي، لماذا شهران اثنان تقريبا وفق تقديرات دراساتكم المنشوره في لانست كما اشرت، وهي دوريه بريطانيه وازنه للغايه في مجال الابحاث والابحاث الطبيه تحديدا، لماذا هذه المده تحديدا وفق ما تراءى لكم والعالم باكمله يعيش قد تكون ذروه الموجه الثانيه لهذا الفيروس؟ نعم، في شهر اغسطس في مجله لانست نشروا انه حدث 382 حدث لنيوكليوتيدات في الماده الوراثيه للفيروس، 382 اي بما معدله لو قسمناهم على سنه 31 حدث لنيوكليوتيدات كل شهر بيحدث في البعض. ال 382 ادت الى انهاء او تلف منطقه الاو ار اف 8 او ار اف 8 والدليل الاو ار اف 8 مهمتها تنتج بروتينات تسمى شبيهات الهستامين. يعني بالمختصر لو بدي اشرح لك اياها ببساطه، الفيروس بيدخل على خليه بحاول يتكاثر داخل الخليه، الخليه نفسها فيها جهاز مناعي داخل خلوي بتحفز منطقه في الدي ان اي البشري فبتنتج ماده اسمها السيتوكاين، السيتوكاين بيخرج خارج الخليه وبيعطي اشاره للخلايا المحيطه انه انا تعرضت لفيروس، فيا خلايا استعدوا، الخلايا بتنتج انترفيرون فبتمنع الفيروسات تدخل. فالجسم يتعامل بألفة أكبر مع مكونات الفيروس؟ نعم. طيب معلش سيد رمزي، أنا للأسف لم يتبقى أمامي مزيد من الوقت. أكمل. طيب باختصار تفضل. أكمل. تفضل. منطقة الـ ORF 8 اللي صار عليها حادث بشكل كامل هي تنتج مادة بسميها شبيهات الهستون، تمنع أو الخلية نفسها من إنتاج اللي هو السيتوكاين وتحذير الخلايا المجاوره، لذلك بتصير الفيروس من غير ما ينتبه الخليه، الخلايا المجاوره بيهدوا كل الجسم فبصير عندنا الالتهاب. هاي المنطقه انتهت فصارت مهمه جهاز المناعه اسهل، واحنا توقعنا انه احنا المنطقه الطفرات والفقدان النيوكليوتيدات بلشت في منطقه الان اللي في منطقه الغلاف، فلما 31 طفره خلال شهر بشهرين مع دخول موجة الربيع راح يكون الفيروس انتهى تماما. يعني هي دراسة تبدو ذات طابع علمي تقني شديد التخصص، لكن على أي حال مضمون هذه الدراسة طرح أمام مشاهدينا، وربما حتى أهل التخصص إن شاءوا أن يتفاعلوا مع هذه الدراسة بالقبول أو بالرفض فمرحب بهم. شكرا جزيلا لحضرتك السيد رمزي فودة رئيس جمعية المهندسين الوراثيين بالأردن، قدم رؤية صحيح علمية لكنها في النهاية تحمل طابعا تفاؤليا على أي حال.
كريم يسري، إذن سلط الضوء على واقع ما تعيشه العاصمة الأمريكية واشنطن، محور الحدث الذي سيكون في 20 يناير. الصورة كانت وافية للغاية حتى على مستوى التعزيزات الأمنية من السلطات، وكذلك التعزيزات من قبل ملاك المحال التجارية أو القائمين عليها. سنتحول نحن لنسلط الضوء مع ياسر نور الدين مراسلنا من نيويورك. كيف تبدو الصورة هناك والمخاوف؟ لا يبدو أنها مقتصرة ياسر على ما يجري في واشنطن. مسؤولون كبيرون في الولايات المختلفة قالوا أنهم سيدفعون بتعزيزات من قوات الحرس الوطني إلى مناطق حيوية في عواصم الولايات. كيف بدت الصورة في نيويورك حيث أنت؟ في البداية أرحب وأسعد دائما أحمد أن أكون معك ومع السادة المشاهدين. الوضع يعني لنكن بشكل أشمل وبشكل أصدق ليس فقط في نيويورك، ولكن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية هو شكل ضبابي للغاية. هو شكل أحمد إذا حدث أي من أشكال العنف التي يتخوف منها جميع الشعب الأمريكي والمسؤولين الحاليين والمزمع يعني أن يتولوا مهامهم الوزارية، سوف تكون صفعة قوية لوجه الولايات المتحدة الأمريكية وشيء لن يحمد عقباه. كما قال التقرير، هناك بدأت الحرس الوطني في واشنطن من 10,000 والآن زاد إلى 20,000 ثم إلى 25,000. في نيويورك أحمد الأمور في ترقب تام لما سوف تؤول إليه الأمور. هناك أخبار بأن يوم التنصيب سوف يكون هناك شاشات عملاقة في ولايات كثيرة ومنها بالطبع نيويورك، فهناك يعني شيء من الترقب والاستعداد التام لهذه الاحتفالات الصاخبة والتي تغيرت كثيرا والوجه لها قد تغير كثيرا. المتنزهات أحمد وإدارة المتنزهات في واشنطن قد أغلقت بشكل كلي جميع المتنزهات وكل الأماكن التي يذهب إليها السائحين في شكل يعني احترازي من الخوف الكبير من أي هجمات. أيضا هناك سياج كبير من الأسلاك الشائكة ومتاريس في الشوارع في العاصمة واشنطن تتناقلها أحمد الأخبار كل دقيقة والثانية. هناك أيضا يعني نجد صعوبة في تغطية هذا فريق إكسترا نيوز في تغطية هذه الأحداث من يوم 19 ويوم 20 يوم التنصيب وهو اليوم الأساسي، حيث أن يعني الحافلات وجميع الخطوط التي تصل إلى العاصمة واشنطن وإلى واشنطن دي سي هي مغلقة الآن، ونبحث فريق إكسترا نيوز يبحث عن وسيلة للذهاب والاقتراب من مواقع الحدث والتغطية. طيب ياسر، أيضا يعني هذه مشاهد ياسر تبدو غير مألوفة بالمرة. أنا سأعود إليك لتنقل ما شئت أن تنقله، لكن هذه مشاهد غير مألوفة بالمرة، أن يعيش الأمريكيون على وقع تقطع كامل بين الولايات المختلفة في يوم كان يوصف بأنه احتفالي وكرنفالي للرئيس الجديد. مشاهد كلها مختلفة، حتى الزملاء وهم يعرضون للمشهد عند التعزيزات الأمنية عند مبنى الكابيتول والمشهد الذي كان حاصلا يوم الاقتحام العظيم في 6 يناير. هذه مسائل غريبة، إلى ما يعزوها الأمريكيون ياسر؟ يعني لنقل أن الأمريكيون قد تعودوا قليلا منذ الانتخابات الأمريكية وما حدث فيها والهجوم الشديد من دونالد ترامب والرد من جو بايدن، هذه الأمور ثم يعني وصلت للذروة في اقتحام الكونغرس الأمريكي. هناك يعني لك أن تتخيل بأن لجنة في مجلس النواب قد دعت النواب للتعريف بحقوقهم في أنهم يعني لهم تعويض مالي يستطيعون أن يصرفوه لشراء سترة واقية ضد الرصاص. هل لك أن تتخيل أن هذا الأمر يقال لنواب الشعب ويعني يذكرهم بأنهم لهم هذه التعويضات لشراء سترة من الرصاص؟ أيضا لجنة الرقابة ذهبت إلى أكثر من 27 شركة نقل وفنادق تحيط بالعاصمة واشنطن وفيرجينيا وأكدت عليهم الاحتياط ومراجعة كل البيانات، بل أكثر من ذلك أحمد طالبتهم
الاحتفاظ بشهر يناير بجميع بيانات كل مترددي الفنادق في هذه الفترة وحتى الذين سوف يستقلون الحافلات. عودة مرة أخرى وصعوبة التواصل كما قلت أحمد بين الولايات الخمسين، هناك صعوبة للغاية. يعني أنا من المزمع تغطية هذه الاحتفالات من واشنطن مع زميلي كريم يسري، نحاول جاهدا إيجاد طريقة بعد أن وجدنا أن جميع السبل القطارات والحافلات الكبيرة فيها صعوبة كبيرة للغاية. هذه الأمور هي كما تفضلت أحمد جديدة على المجتمع صحيح. الأمريكي، ولكن ليس له أي حيلة في ذلك إلا تقبل الأمر والتعامل معها، حتى أن جو بايدن قد استعان بمستشارة سابقة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، هي ليزا موناكو. هذه السيدة التي لها الباع الكبير في التأمينات أخذها وبشكل مؤقت فقط لفترة التنصيب. ما سوف يحدث إذا حدث لا قدر الله أي شيء أو أي هجوم محتمل أو أي إطلاق نار بشيء أو يعني أو آخر؟ سوف يمتد آثاره ليس فقط بالقبض على الجاني أو مطلق الرصاص، بل سوف يمتد قد يكون لأشهر من يعني قد تكون شيء، يعني لا نبالغ إذا كنا نقول أنه حرب أهلية بين المؤيدين. هناك 75 مليون حتى لا نبدو كما لو كنا نقفز على هذه التطورات والوصول حتى إلى سيناريوهات الحرب الأهلية لو كانت حتى تعبيرا مجازيا من جانبك. ياسر، سؤالي الأخير لك، هل الأمر سيكون مرتبط بالعشرين من يناير، ما يعني أنه غداة هذا اليوم ستكون الأوضاع قد استتبت والأنفاس المحبوسة نفست بعد هذه اللحظات المشهودة والعصيبة التي سيعيشها الأمريكيون، ولا محاولات الإجراءات التأديبية والجنائية ومحاكمة دونالد ترامب في مجلس الشيوخ ستلقي بظلال مماثلة لهذه التي يعيشها الأمريكيون الآن؟ باختصار لو سمحت ياسر. بكل تأكيد أحمد، يعني ما السيناريوهات الكثيرة التي سوف تواجه الرجل، ومنها كما تفضلت المحاكمات، ومنها التهرب الضريبي الذي لا يتسامح معه أبدا القانون الأمريكي. سوف ننتهي من القلق المصاحب للتنصيب وما حوله والتأمينات الكبيرة، ونذهب بعد يوم العشرين لمواجهة الرجل بالقضايا والخصوم الكثيرة التي صنعها الرجل لنفسه طيلة فترة حكمه. سنلتقي بك حتى ذلك اليوم ياسر، ونتمنى لك سفرا آمنا إذا قدر لك السفر للالتحاق بكريم يسري في واشنطن. أشكرك شكرا جزيلا ياسر نور الدين، مراسلنا على الهواء مباشرة من مدينة نيويورك، شكرا جزيلا لك. إلى فقرتنا الحوارية التي وكما كنا قد أشرنا ستخصص للحديث عن دعم قطاع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي ينظر إليها باعتبارها شكلت جانبا مهما من جوانب المكاسب الاقتصادية التي غنمتها الدولة على مستوى السنوات الأخيرة. كانت هذه القطاعات تستهدف وبالدرجة الأولى الشباب وفئات مختلفة داخل محافظات الجمهورية قاطبة عبر تقديم الدعم الاقتصادي، التمويل، وكذلك الدعم الفني والنوعي والخبراتي لهذه المشروعات وأصحابها من حملة هذه الأفكار. الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ينضم إلينا عبر خدمة سكايب. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عبد المنعم. قبل أن نبدأ هذا النقاش، أهلا وسهلا، قبل أن نبدأ نقاشنا نتحول إلى هذا التقرير الذي يسلط الضوء على ما أنجز في هذا القطاع والمبادرات المرتبطة به، ثم نعود لنشرع في نقاشنا. تكمن أهمية الصناعات الصغيرة بشكل أساسي في قدرتها على توليد وتوطين الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة، مما يساعد في زيادة الدخل وتنويعه وزيادة القيمة المضافة المحلية، الأمر الذي يعالج بالتبعية مشكلة البطالة. في مصر تتولى وزارة التجارة والصناعة تنظيم كافة الأنشطة الصناعية، وتم إطلاق أول منصة للمشروعات الصغيرة، وهي إحدى الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات، والتي تعمل على إتاحة كافة الخدمات والمعلومات التي تقدمها مؤسسات الدولة والبنوك والجمعيات الأهلية لتشجيع البدء في تنفيذ المشروعات الخاصة أو تطوير القائمة، فضلا عن إتاحة كافة أنواع الدعم التي تلبي احتياجات جميع فئات
وشرائح رواد ورائدات الأعمال من الشباب. وتفتح تلك المنصة أبوابها لشباب الخريجين من الجامعيين وأصحاب المؤهلات المتوسطة وأصحاب شهادات محو الأمية، أيضاً لتأهيلهم للدخول إلى عالم ريادة الأعمال، كما تساعدهم على اختيار المشروعات المناسبة لقدراتهم ونوعية تعليمهم. وفي هذا الإطار أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة الشباب وصغار المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة على امتلاك أو استئجار وحدات صناعية متنوعة الأنشطة والمساحات وكاملة المرافق والخدمات بالعديد من محافظات الجمهورية، ليستمر دعم الدولة لتحسين الظروف المعيشية من جهة ودفع عجلة الاقتصاد من جهة أخرى في ظل مجابهة تحديات جائحة كورونا. نجدد ترحيبنا بالدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية المنضم إلينا عبر سكايب. دكتور عبد المنعم، لماذا تهتم الدولة ويتعين عليها أن تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الأساسي لنمو أي اقتصاد. أي دولة بتسعى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية بتحاول أنها تزود حجم الناتج القومي، تزيد من معدلات التشغيل لديها، لابد أنها بتسعى إلى تفعيل منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن هناك كثير من التجارب في دول العالم، من أول الولايات المتحدة الأمريكية اللي أنشأت جهاز خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 1953. أيضا كان لدينا تفضل دكتور. كان لدينا أيضا هناك مجموعة من المشروعات أو مجموعة من الدول هي قامت أيضا بعملية التوسع والتنوع، وكان زي كوريا والبرازيل وتركيا كلها سعت إلى النمو ولم يتحقق إلا عن طريق المشروعات الصغيرة. الدولة المصرية بتهتم بالمشروعات الصغيرة، لأنه دعني أقول لحضرتك أن المشروعات الصغيرة المتوسطة في مصر عددها يزيد عن 6,753,000 مشروع داخل الدولة المصرية، بيمثل هذا القطاع أكثر من 80% من حجم الناتج القومي الإجمالي. 90% من المشروعات المقامة على الأرض المصرية هي مشروعات صغيرة ومتوسطة، فكان لابد من وجود اهتمام من الدولة بهذه المشروعات لتحريك عجلة التنمية، لزيادة حجم معدلات التشغيل، لتقليل معدلات البطالة. وده بالفعل حدث على أرض الواقع، أن احنا كنا معدلات البطالة في 2013-2014 تجاوز 14%، نحن الآن نتحدث عن معدل البطالة في حدود 8.5%، في حين أنه في سوق العمل المصري يدخل كل سنة في حدود من 700-750,000 أيدي عاملة في سن العمل. ده يعني أن هناك الدولة تسعى إلى توفير فرص العمل. فالمناطق دكتور عبد المنعم، هل كانت أو هل كان شكل الدعم الأوحد متمثل من قبل الدولة في تقديم الدعم المالي وتوفير التمويل اللازم، ولا هناك أشكال دعم قدمتها الدولة بالفعل ربما تكون سابقة حتى على التمويل؟ لا طبعا، هو الدعم المالي هو أحد أنواع الدعم اللي بتقدمه الدولة، وده كان حجمه كبير. نحن نتحدث عن مبادرة 200 مليار جنيه اللي دعا إليها رئيس عبد الفتاح السيسي في 2016 لتمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة بفايدة 5% متناقصة. أيضا مبادرات البنك المركزي اللي أقامها في هذا الصدد، لكن ليس الدعم المادي هو الدعم الوحيد الذي يجب على الدولة تقدمه. وبالفعل ارتأت الدولة من خلال رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 أن يكون هناك دعم فني، دعم للتسويق، دعم لتحويل القطاع غير رسمي والاقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي، أن أنا أقدر أساعده في التمويلات ويحصل على تمويل من البنوك ومن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة. أيضا يكون هناك فرصة جيدة لتسويق المنتج الخاص به بشكل جيد. أيضا دعم فني إذا احتاج إليه أصحاب الشباب من أصحاب المهن والحرف، أن يحتاج إلى تسويق جيد، تحتاج إلى دعم فني في تكنولوجيا محددة، تكنولوجيا معينة يسعى إليه. فالدعم ليس فقط على الدعم المادي، ولكن دعم متنوع، وده اللي بتسعى ليه الدولة النهاردة من خلال أكثر من منظومة داخل الاتحاد المصري لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جهاز تنمية المشروعات. نعم دكتور عبد المنعم، قبل أن أستكمل الحوار مع حضرتك سنتحول إلى هذا العرض الذي يسلط الضوء على أشكال الدعم المختلفة فيما يخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأبرز هذه المشروعات وأهميتها.
الآن وعبر الهاتف ينضم إلينا المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. باشمهندس أهلا وسهلا بحضرتك. تقييم هذه التجربة التي أعيد هيكلتها وصياغتها على مدار السنوات الخمس الأخيرة، إلى أين وصلنا؟ أهلا بيك وتحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. الحقيقة احنا التجربة بتاعت المشروعات الصغيرة في مصر يعني أصبحت تجربة ثرية، ويمكن الدولة اهتمت بهذا القطاع وفخامة الرئيس نفسه مهتم جدا بيه، وده تمثل في إنشاء جهاز يعني مخصوص لهذا القطاع اللي هو جهاز تنمية المشروعات، وفي صدور استراتيجية وطنية لقطاع المشروعات الصغيرة، وكذلك قانون اللي هو قانون 152 لسنة 20 اللي احنا انتهينا من مشروع اللائحة التنفيذية بتاعته، وهي في المراحل بتاعت مجلس الوزراء بقى ومجلس الدولة يراجعها عشان إن شاء الله تصدر قريبا. والقانون ده الحقيقة هيعمل طفرة كبيرة جدا في القطاع، لأنه بيقدم مجموعة من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية لأصحاب المشروعات، وبيشجع كمان القطاع غير الرسمي أنه ينضم للقطاع الرسمي، لأن دي طبعا برضو مشكلة كبيرة في قطاع المشروعات. 53% من المشروعات في مصر تعتبر في القطاع غير الرسمي، اللي هم سواء ما عندوش ورقة خالص أو عنده سجل وطاقة لكن ما عندوش مثلا رخصة تداول المشروعات. طيب القانون هيديهم حوافز وهيديهم فترة لتوفيق الأوضاع تصل إلى 5 سنين، وهيقدم دعم كبير ليهم ان هم يبقوا جزء من الاقتصاد الرسمي في مصر. باشمهندس انا يعني طالما حضرتك اتيت الى هذه الجزئيه، اعاده تنشيط الذاكره وربما حتى ضخ المعلومه لمن ليس لديه معلومه عن طبيعه الاجراءات ومستوى اليسر وتكسير الميراث البيروقراطي القديم لمن شاء ان يلتحق بمشروعات صغيره ومتوسطه. يعني القانون طبعا بيختلف تماما عن الوضع اللي كان موجود كده من حيث السرعه والتيسيرات واعطاء اللي هي وحدات الخدمات او اللي هي الشباك الواحد صلاحيات اكبر بكثير من اللي كان موجود قبل كده، لدرجه ان احنا بنقول ان المشروع بيتقدم في خلال 15 يوم بياخد رخصه مؤقته، المفروض ان هو اذا كان عنده اي حاجه يستكملها عشان يحصل على الرخصه الدامه لمده سنه يقدر يستكملها، ده اذا كان لسه بيبدا، انما اذا كان مشروع قائم وما هواش في القطاع لسه الرسمي بنديله رخصه توفيق اوضاع برضه في 15 يوم تصل الى 5 سنوات وفقا لبرنامج زمني لتوفيق اوضاع، لان الناس اللي في القطاع غير الرسمي بتبقى مشاكلهم يا اما مثلا ان هو خايف يخش القطاع الرسمي عشان الضرايب الامور اللي زي دي، فالقانون عالج هذا الموضوع بانه عمل نظام الضريبه المبسطه المقطوعه بتتراوح المشروعات المتناهيه من 1000 جنيه في السنه الى 5000 على حسب حجم المبيعات، وبعد كده بتبقى نص الى 3/4 الى 1% لحد 10 مليون جنيه حجم المبيعات. دي حلت مشكله كبيره، وبالتالي الناس ما تخافش من التقدير الجزافي اللي كان ممكن يحصل عليهم قبل كده، وكانت مصدر الخوف الاساسي لدى هذه المشروعات وملاكها. يا باشمهندس انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا واعتذر لضيق الوقت. المهندس طارق شاش نائب رئيس جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره، واعود لاستكمال النقاش مع ضيفنا عبر سكايب دكتور عبد المنعم. السيد دكتور عبد المنعم، هل المشروعات الصغيره في اساسها يجب ان تكون الى جوار او تتعامل مع مشروعات اكبر واضخم لانها تعتاش اصلا على هذه المشروعات الكبرى، ولا هناك امكانيه لان يكون المشروع قائم بذاته وهو من بين المشروعات الصغيره والمتوسطه؟ الاثنين، احنا لدينا ممكن هناك فكره ان تكون هناك المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر عباره عن مشروعات مغذيه للمشروعات الكبرى، بمعنى ان مثلا لو تكلمنا عن او تحدثنا عن صناعه السيارات هنجد انه صناعه السيارات في حد ذاتها هي صناعه كبيره من الميجا بروجكت من المشروعات الكبرى، لكن تحتاج الى صناعات مغذيه تتجاوز عن 20,000 صناعه، فاذا هناك من المشروعات الصغيره والمتوسطه التي من الممكن ان تكون في امكانياتها انها تكون مغذيه للمشروعات الاساسيه، او على النقيض انها تكون مجموعه من المشروعات المستقله بذاتها لانتاج بعض المنتجات التي يمكن الاستعانه منها وممكن استخدامها كمنتج
داخل الدولة المصرية أو خارج الدولة المصرية، يعني يتاح لها التصدير إلى الخارج. دكتور عبد المنعم، هو وضع تعريف منضبط لما هو المشروع الصغير وحدوده، والمشروع متناهي الصغر والمشروع المتوسط، إلى أي مدى تبدو فارقة أصلا في تنشيط وتيرة هذه المشروعات؟ هو أولا إحنا عندنا ثلاث أنواع من المشروعات، مشروعات متناهية الصغر، مشروعات صغيرة، مشروعات متوسطة. المشروعات متناهية الصغر اللي هو حجم أعمالها في حدود تقل عن 50,000 جنيه، الصغيرة من 50,000 جنيه إلى 1,000,000 جنيه، وقد تزيد في بعض الصناعات إلى 3 مليون. المشروعات المتوسطة من 3 مليون إلى 50,000,000 جنيه، ده حجم الأعمال الخاص بكل مشروع. لكن دعنا أقول أن المشروعات يعني الأولوية طبعا هي للثلاث فئات، الدولة لا تفرق، حتى في القانون الجديد الذي تحدث عنه الدكتور طارق هو لم تغير الدولة أي سياسة أو يعني تميز هو مشروع عن آخر. ما فهمناه يا دكتور أن حتى مشروع هذا القانون يفترض أن يضع معيارا واحدا لتعريف المشروع الصغير ومتناهي الصغر والمتوسط، لأن هناك معايير مختلفة ما بين معيار يضعه البنك المركزي ومعيار آخر تضعه وزارة الصناعة. لا، وهكذا. القانون وضع تعريف محدد للثلاث مشروعات، وهو زي ما قلت حضرتك بيقسمها حسب حجم الأعمال أو حجم المبيعات والإيرادات وحجم رأس المال المستثمر في كل مشروع على حدة. إذا كان المشروعات متناهية الصغر فيكون حجم رأس المال لا يزيد عن 50,000، وحجم الأعمال التي لديه لا تزيد عن 1,000,000 جنيه. نفس المتوسطة الصغيرة من 1,000,000 إلى 5. المتوسطة الصغيرة من 1,000,000 إلى 5، والمتوسطة من 5 إلى 50,000,000. وأيضا حد حجم العمالة إنها حتى في المتوسطة لا تزيد عن 200 عامل. كلها ضوابط ومحددات، لكن في الآخر المعاملة الضريبية، ويمكن القانون الجديد واللائحة التنفيذية النهاردة بتعد لتصدر أنه يكون هناك إجراءات مبسطة للدولة للمستثمرين والمتعاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إجراءات مبسطة للضريبة، وأيضا إعفاء من ضريبة الدمغة من رسوم توثيق الشهر العقاري من رسوم التمويل. يعني لو حد من هذه المشروعات دخل أحد البنوك يتحصل على قرض أو تمويل وليس هناك عليه أي رسوم أو دمغات أو ضريبة دمغة، تسدد على العقد المبرم ما بينه وما بين جهة التمويل، سواء كانت بنك أو شركة تمويل أو جمعية أو حتى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فكثير من الإعفاءات تحصل عليها المشروع. أيضا في الجمارك تم تخفيض شريحة الجمارك من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات اللي بيتحصل عليها أو يستوردها من الخارج لعمل لإقامة المشروع، فده أيضا نوع من أنواع التسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. دكتور عبد المنعم، هي المسألة في هذا الإطار مرتبطة ببنات أفكار كل صاحب فكرة تحديدا في الأنشطة الصناعية، ولا هناك خارطة صناعية يتعين وضعها من باب أولى استغلالا في بعض الأحيان للميزة التفضيلية التي قد تحظى بها محافظة دون محافظة أخرى؟ أولا هو هناك خريطة صناعية تم وضعها، ممكن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وضعت خريطة صناعية وكانت من أولى الخرائط اللي كنا حتى بننادي بها من خرائط الاستثمار في مصر. تم وضع خريطة لمناطق الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتتعامل حتى مع المشروعات الصناعية حتى لو كانت متوسطة أو صغيرة؟ تمام، نعم. بتتعامل مع كافة المشروعات. تم وضع خريطة لكافة المشروعات، وتم عمل أكثر من تحديد من 17 منطقة صناعية سعت الدولة في بنائهم خلال الثلاث سنوات الماضية. يمكن تم الانتهاء من 13 مدينة وجاري إنشاء أو جاري تجهيز 4 مناطق صناعية جديدة ليصل المجموع 17 منطقة صناعية. اللي طبعا الاعتماد الأساسي على الركيزة أو الميزة التنافسية لكل محافظة، فطبعا محافظة زي دمياط بتتميز بالأساس، فيكون هناك منطقة صناعية الأساس، وهناك مناطق لجذب مشروعات أخرى. نفس الكلام منطقة زي المحلة أو غزل منطقة المحلة، فيكون هناك حديث عن صناعة المنسوجات والأقطان. إذا التقسيم أو الخريطة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة قامت على أساس الميزة التنافسية لكل محافظة وتحديد المناطق اللي تكون جاذبة لجذب المشروعات، وأيضا تكون جاذبة للعمالة التي تعمل في هذه المشروعات. شكرا جزيلا لك دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، منضم إلينا عبر خدمة سكايب. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا.
نحن بدورنا أيضا وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الحقيقة. غدا بمشيئة الله تلتقيكم آية عبد الرحمن في حلقة جديدة. أما الآن فسنتحول مباشرة إلى ويلمنغتون بديلاوير لنتابع سويا وقائع المؤتمر الصحفي الذي يعقده الرئيس الديمقراطي المنتخب جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس فيما يخص الطاقم العلمي الذي سينشط معهما في البيت الأبيض. وبالنسبة لمن سيشغل مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا هو من ألمع العلماء في العالم، ويمكنني أن أقول لكم إنه كان لدي اهتمام كبير في كل ما يفعله، واهتممت دائما بمساره وذلك منذ الطفولة والمدرسة الابتدائية. ولذلك عندما أسافر وعندما كنت أسافر كنائب للرئيس وألتقي بقادة العالم وكانوا يتحدثون معي ويطلبون مني أن أعرف أمريكا ما هي أمريكا، وكنت في هضبة التبت ذات يوم مع شي جين بينغ، وسألني في اجتماع مصغر وكان معنا مترجم وسألني أن أعرفه أمريكا، وقلت له نعم الإمكانيات. أعتقد أنه هذا هو السبب الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن بأنه كل شيء ممكن، وهذا متجسد في روح الأمريكيين، ولذلك هذه الروح ستكون متجسدة ومتبلورة في هذه الإدارات التي سيرأسها علماؤنا. دائما نتطلع إلى الأمام، ما الذي سنفعله تاليا وكيف يمكن أن نحقق المستحيل ونجعل المستحيل ممكنا. دائما نطرح الأسئلة ليس فقط لذاتها، وإنما من أجل أن نلهم ويكون لدينا تصور للمستقبل وتخيل لهذا المستقبل وكيف نجعله حقيقيا ويحسن حياة الأمريكيين وحياة الناس حول العالم. هذا الفريق العلمي الذي سأعرضه عليكم سيهتم خلال 10 سنوات المقبلة بمكافحة التغير المناخي وكذلك العديد من القطاعات. تخيلوا مثلا أن هناك الكثيرين يحتاجون لهذه الإسهامات العلمية لتخيل الأشياء التي سنحتاجها في المستقبل، مثل زراعة الأعضاء وأشياء من هذا القبيل. إلى العمل مع أوباما كنا نمر من الاقتصاد إلى الأمن والرعاية الصحية ومجالات أخرى. على سبيل المثال، أنا أؤمن بأن العلم قادر على إحداث تطور كبير في الأدوية والمجال الصيدلاني لعلاج السرطان وكذلك علاج We believe we could double the rate of progress and do in 5 years what otherwise would take 10. My wife Jill and I traveled around the country and the world meeting with thousands of cancer patients and their families, physicians, researchers, philanthropists, technology leaders, and heads of state. We sought to better understand and break down the silos and stovepipes that prevent the sharing of information and impede advances in cancer research and treatment while building a focused and coordinated effort here at home and abroad. We made progress, but there's so much more that we can do. When I announced that